السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مايكل إلسان، لاعب نادي تشيلسي السابق ونادي برشلونة، بيقول لي كان نفسي ألعب للزمالك منذ طفولتي، على أساس يعني إن نادي الزمالك ده أنا مش فاهم والله، جايبين واحد معتزل ما قدمش أي حاجة في الكورة وجايبينه يطلع يتكلم عن الزمالك بغرض إيه؟ محدش يعرف. طلع بيقول كان نفسي ألعب منذ طفولتي للزمالك، ونادي الزمالك ده نادي كبير ونادي عريق وأشهر نادي في مصر. يا راجل نادي الزمالك أشهر نادي في مصر؟ أه طبعا، أمال إيه، واخد بطولات والأول على إفريقيا وبسم الله ما شاء الله بطولاته مقوية قلب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.